أهلا بكم. شهدت العاصمة العراقية مؤتمرا بعنوان التعاون والشراكة، شارك فيه عدد من دول الخليج وجوار العراق إضافة إلى فرنسا، في حين غاب عنه زعيم إيران والسعودية. وفي مستهل القمة، رفض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن تكون بلاده منطلقا للاعتداء على جيرانه، مضيفا أن ما يجمع دول المنطقة أكبر بكثير مما يفرقها. من أجل التعاون والشراكة، هكذا اختار العراق اسم مؤتمره بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته منسقا وداعما للمؤتمر، فيما غاب عن المؤتمر الرئيس الإيراني والتركي وملك السعودية ومثلهم وزراء خارجية بلدانهم. وكان أبرز الحاضرين الرئيس المصري وأمير دولة قطر وملك الأردن ورئيسا الوزراء الإماراتي والكويتي. العراق الآمن مع شعبه وآمن مع جيرانه هو ركن أساسي من أركان منظومة إقليمية تقوم على المصالح المشتركة والأمن المشترك، مكافحة التطرف والإرهاب، و التكامل والتعاون الاقتصادي بين شعوبنا وبلداننا. الصورة التي جمعت أمير قطر برئيس الوزراء الإماراتي على هامش المؤتمر طوت سنوات من القطيعة والاختلاف. إننا في دولة قطر نؤمن بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على دعمه لاستعادة دوره ومكانته التي يستحقها على المستويين الإقليمي والدولي. الرئيس الفرنسي الذي حظي باستقبال خاص كشف عن مساعيه في إنجاح المؤتمر. لقد وضعنا حول الطاولة رؤساء دول وحكومات ووزراء من دول عدة، وأحيانا هذه الدول لم تكن على حوار فيما بينها، وهذا سوف يكون فرصة لها لكي تعمل معا لإيجاد حلول من أجل المنطقة. الصورة التذكارية للمؤتمر أثارت الجدل عندما وقف وزير الخارجية الإيراني في المكان المخصص لرئيس الوزراء الإماراتي الذي لم يخف انزعاجه من الأمر. مؤتمر بغداد تريده الحكومة نقطة تلاق لدول المنطقة ونواة لحل مشاكل عالقة، بينما يراه مراقبون خطوة استباقية لمصطفى الكاظمي يسجل فيها مكاسب سياسية قبيل الانتخابات القادمة. ضياء الناصري، العربي، بغداد. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في اختتام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، قال إن مؤتمر بغداد أنهى عزلة العراق، مؤكدا أنه تم الاتفاق على بيان مشترك يركز على دعم العراق اقتصاديا وسياسيا. هذا الحدث مهم لأن سيؤثر مستقبلا على الوضع العراقي ويؤثر على الوضع الإقليمي. حالة التوتر والتشنج الموجودة في المنطقة ستتغير إلى حالة أخرى. ومعنا من بغداد مراسلنا ضياء الناصري. ضياء، من ناحية مستوى الحضور أو حتى اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش وفي سياق هذا المؤتمر، إلى أي درجة يمكن القول أن بغداد حققت ما كانت تريده من هذا المؤتمر لناحية الدور والدعم الذي كانت تنشدهما؟ بالتأكيد هو أقل من الطموح، على الأقل اليافطات التي علقت على يعني أطراف المنطقة الخضراء وفي الطريق المؤدي من مطار بغداد إلى مكان انعقاد القمة كان يحمل صور جميع زعماء الدول المدعوة. وطبعا الرهان الكبير كان على حضور على الأقل الرئيس الإيراني والملك السعودي. عندما يغيب ثلاثة رؤساء من دول الجوار، بالتأكيد هو مؤشر سلبي
أو ربما لم يحقق الطموح، ولكن بكل الأحوال الأوساط العراقية تفاعلت بشكل كبير، ترى فيه مشهد جديد للعراق الذي يستعيد شيئا فشيئا عافيته بين الدول المجاورة، وطبعا امتدادا إلى بعض دول الخليج وصولا إلى شمال أفريقيا، مصر والرئيس الفرنسي ماكرون. بكل الأحوال النتائج لم تكن، أو على الأقل البيان كان طبعا بأدبياته بيان تقليدي، لم يأتي بجديد، أو ربما حقق الهدف الذي كان يصبو إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتحقيق هذا المنجز، ويعتبره منجزا قبيل الانتخابات أو قبل الانتخابات بأربعين يوما، وطبعا الرسائل الإيجابية التي أرسلها خلال فترة توليه رئاسة الوزراء إلى دول الجوار، وسعيه أن يكون العراق ملتقى للأشقاء على حد تعبيره المتخاصمين، وخصوصا عندما تجلى بالصور التذكارية واللقاءين الأساسيين في هذا الملتقى بين أمير قطر ورئيس وزراء الإمارات من جهة، وأيضا الرئيس السيسي وأيضا أمير قطر في زاوية أخرى من هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسلنا ضياء.